السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في القناة من جديد. اليوم عندي لكم الكومية جميع بكم في المخبوزات بطريقة سهلة وسريعة. نص كيلو ديال الدقيق عادي، وهنايا عندي الفينو 4 كيلو، أو بما يقال له في بعض البلدان دقيق الفرخة. عندي هنا الخميرة ديال الخبز، خميرة حبيبات، وعندي شوية ديال السكر، عندي هنا الملحة، عندي هنايا 2 معالق ديال الخل، وهنايا عندي معلقة صغيرة ديال خميرة الحلويات. وإذا هاد 2 ديال المقادير هما اللي غادي يعملونا الدور ديال المحسن اللي كيديروه في الخبز ديال المخبزات. وهذا الماء دافي، إذا غنبداو على بركة الله. غادي نضيفو الماء على الخميرة ديالنا بهذا الشكل، نخليوها حتى تتفاعل، وكنعاودو نضيفو الخميرة ديالنا الماء. بالنسبة لهاد الخميرة فغنضيفو عليها الخل، يتفاعل كما كتشوفو، فهو اللي غادي يعطينا ديك التفشفيشة اللي كتكون ملح كنعملها الكومير. غنزيد الماء، المهم خاصني نحصل على عجين يكون طري. اذا حبيبتي الان غادي نعمل واحد شويه ديال الماء هنايا، ندير معاه الملحة، كنعملو بهذا الشكل هذا. أنا من دقيق غادي نفرغ العجين ديالي هنا. إذا غادي نخلي العجين ديالي يختمر ورجع لي. إذن عملنا المحسن الغذائي اللي هو الخميرة والخل، فقلص لنا المدة ديال التخمير. إذن الطريقة اللي كنعملو، شوفوا معايا مزيان، الانيه ديالنا نعملو فيها شويه ديال الدقيق، وغادي نردوها ايضا تخمر نفرغوها على طاوله العمل. الحاجه الوحيده اللي كنعملو هو كنهزو هكذا وكنردو هكا، كنردو هنا بهذا الشكل. بهذا الشكل هذا غادي نخدمو أول وحدة. كيف ما قلت لكم فكنستعن بالماء كنعمل هاد الطريقة هادي. كنروليوه نحاولو ملي يكونو كنروليوه ما نخليوش الهواء باش ما كيجيش فراغ من داخل. بهاد الشكل كنجيو الاخير كنعملو بحال هكا، كنعملو بحال هكا، كنعملو شوية ديال الدليك، نمشيو نعملو هاد الطريقة هادي بهاد الشكل. إذا غادي نكمل بهاد الطريقة ونرجع لكم إن شاء الله. حبيباتي رجعنا لكم، فدابا راه خملنا الخبز كيف ما كتشوفو، غنرش عليه الماء المعادي
وعندي هذا كنخلي انا غير من الخبز حاد، باش نعملو شويه الزنجبيل يجي زوين بالزنجبيل، وغادي نديه يطيب الفاني. اذا حبيباتي كيف ما كتشوفوا فكنعملوا الخبز من الفوق بهذه الطريقه، نعملوا طاوه ثانيه كنعملوا فيها الماء بهذا الشكل هذا، وكيطلع ديك البخار هو اللي كيخلي الباغيت ديالنا او الكمير ديالنا يجي بحال ديال الكوفيتريات. و رطب مقرمش، السر ديال هذه القرمشه هو بحال اللي قلت لكم كاسكم تعملوا الماء من تحت. ومن اليوم ما بقاوش تشريو الكمير، الكمير ديروه في داركم. اذا نقول لكم ان شاء الله نشوفكم بخير وعلى خير، فيديو جديد ان شاء الله. نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله، في امان الله.